يقول سمعنا من يقول من طاف 50 طوافا لم تمس جسده النار، هل هذا حديث وهل ورد شيء من ذلك؟ لا أعلم شيئا في هذا، ولكن الطواف بالبيت عبادة، سواء كان طواف نسك أو طواف تطوع. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال تعالى مطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أنطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طواف عبادة، أما تحديد بعدد معين فلا أعلم دليلا على ذلك. نعم.